السلام عليكم. ايه يا علي، عامل ايه؟ ازيك يا سامي، عامله ايه؟ مفيش أي مجال بقى حكر على أشخاص بعينهم، ومفيش شغل أصبح للرجال فقط أو للسيدات فقط، وده اللي أثبتته الحاجة هويدة واللي امتهنت واحدة من أصعب المهن وسط أصعب الأسواق والظروف. أنا بقالي 46 سنة في الشغلانة ورثة أباً عن جداً، نزلت اشتغلت بمزاجي وجيت ما اتجوزت، جوزي منعني عن الشغل فترة لغاية ما جبت 3 عيال، وبعدين قلت له لا هشتغل، والقفة مودني شلوها 2 وهساعد معاك، فربنا كرمني واشتريت بيت على قد كده وفتحت فيه محل واشتغلت، والحمد لله حب الناس كنوز، فمش عيب الناس ست تشتغل طالما بتشتغل بجدعنتها وكرامتها وخلاص. لقمة العيش لما بتيجي بالصعب بتبقى حلوة قوي برضه. لما قررت تساند، سندت سيدة زيها عارفة ظروفها ومقدراها، شركتها وقفت معاها، وبقوا الاتنين في سوقهم ظهر وسند لبعض. الست تشتغل، الست تشتغل، الست النهاردة بقت يعني مجالها أكتر من الراجل في الشغل، يعني الست برضو المكافحة اللي بتربي واللي بتعمل كل حاجة. ما أنا جوزي سابني، يعني أنا كنت أعتمد على إيه؟ المكان، أكلنا وشربنا وصرفت على أولادي وجوزتهم، بقالنا أكتر من 20 سنة وكويسين مع بعض وأكتر من الإخوات ومعاملة طيبة، الحمد لله حبنا مع بعض أكننا توينز إحنا الاتنين. كل الناس في منطقة البساتين بتشهد ليهم، ومعاهم في المحل راجل يفديهم بعينيه لو احتاجوها. الست بتقف جنب الصنايعي في كل حاجة، في أحزان، في أفراح، بتقف معاه يمكن زي الأهل وأكتر. فست يعني المثل اللي بيقولك إيه، ست بمئة راجل. رسالة بيوصلوها لكل السيدات، الشغل مش عيب، وإن مهما كانت الظروف وطبيعة أي شغل إلا إن سيدات مصر قدها وقدود. أحمد العدل، شارع النهار. ورجعنا لكم ومعايا ضيفتين منورنا ومشرفنا. الأولى هويدة حسني، عندها 55 سنة، متجوزة وعندها بنتين وولدين، ورثت مهنة الجزارة من أبوها من وهي صغيرة، عندها أخواتها 3 بنات وتلات ولاد، بس هي البنت الوحيدة اللي نزلت واشتغلت وهي صغيرة، حبت المهنة مهنة الجزارة، وبعدين اتجوزت وخلفت، حبت ترجع الشغل، جوزها رفض الأول وبعد كده اقتنع. أهلا وسهلا، منورانا ومشرفانا. الله يخليك. ومعايا ضيفتي التانية اللي منوراني ومشرفاني، الحاجة سامية، منورانا ومشرفانا. ربنا يخليك، ربنا يخليك. هرجع لك تاني بس أبدأ هنا مع الحاجة هويدة. ازيك، عاملة ايه؟ الحمد لله، انت عاملة ايه؟ ازاي بتذبحي ازاي وجزارة ازاي وليكي اسمك ووسط الرجاله؟ الحمد لله، الحمد لله، ده رضا من عند ربنا. الحمد لله، الحمد لله. احكي لي شويه، يعني يعني اخواتك معاكي وكلكم يعني 4 متهيالي او 5 اخوات؟ لا، احنا يعتبر 3 صبيان و4 بنات. انت الوحيده اللي حبيتي، وفي ولدين في الجزاره بس انا كبيره اخواتي. انت كبيره اخواتي، البنات والصبيان. ازاي حضرتك؟ أنا يعني حبيت الشغلانه من حبي في والدي اصلا. انا كنت بعشق والدي الله يرحمه، وهو اللي حببني في الشغلانه، وهو اللي خلاني ذراعه اليمين في الشغل. كان عمري 10 سنين، حاسه ان انا عمري 20 سنة. معقول؟ فالحمد لله والله، والشغلانه فضلت في دمي بقى. جيت اتجوزت، فما كانش عايز يشقيني وكده، بعد ما جبت 3 عيال قلت له لا هنزل. لا انا هبدا معاكي واحده واحده، عايز اعرف وانت صغيره الاول وانت في المحل الجزاره بتاع والدك، مظبوط؟ بعد كده بداتي تذبحي قبل الجواز ولا لا؟ انا ذبيح ما بذبحش، انا ممكن اذبح خروف، اذبح جدي، يكون ذبيح. احنا شغلنا محكم ان احنا بنذبح جملي، ما ينفعش نذبح براني. براني ده اللي هو خارج المجزر، فما ينفعش، لازم اللحم يروح المجزر ودكاتره تختم عليه ويتختم وكده، عشان ما جيش مفتش تومين يتكلم معانا. لا ما ينفعش. بس بتذبحي؟ بس ما بتذبحش عجول ولا جيش. هي تفرق، تفرق يا حاجه، يعني هو العجل للخروف للجبل تفرق؟ ما تفرق، بتذبحي. لا بس لغايه البني ادمين بيغمى عليا من كل البني ادمين. انا ما قلتش بني ادمين، انا ادينا الباقيه. انا بقول بتسمي وتروحي دفع. ايوه
الله الله. طب يعني بدأتي ده هجيلك عند يعني، بس انا بتكلم في مرحله ما قبل الزواج. لا ده بحتي، وكنت من ولا صغيره، وقبل ما اقف مع ابويا وجدي وابو والدتي كان فرارجي، كنت بذبح فراخ وادبح الانارب دي ويعني كل حاجه. انت عارفه انا لو شفت الدم ممكن يغمى عليا وارقد اسبوع بقى في السرير. دم حيوانات ولا بني ادمين؟ لا والله حتى حيوانات، اي دم لو شفت تعويره. انا مبسوطه جدا وفخوره بحضرتك اصلا. انا فخوره بيكي والله، يعني عشان الشغلانه دي على فكره انا بعشقك. الله يخليك بجد والله. الله يخليك. انا اصلا الشغلانه دي اصلها شغلانه راجل، يعني لازم يبقى راجل وقلبه كده جامد. وانا راجل فأنا وقلب ميت، خلي بالك يعني بميت راجل. أيوة. كمان بس احنا يعني في حاجه اقولها لحضرتك، انا اعوذ بالله من كلمه، انا حتى حته اللحمه المتعلقه لازم تكون متفصله، ولو صريعي ما عرفش يعلق حته اللحمه دي بتبقى مشكله. ليه؟ حته اللحمه عامله زي الفستان اللي انت بتفصليه. طبعا فلازم طبعا كل واحد بص قال لك بالفستان اللي بتفصليه. وفي نفس الوقت الحاجه النظيفه بتجيب الزبون، لازم الحاجه قبل ما الزبون ياكل منها اكون انا واكله منها. طب قولي لي، عندكم مواسم طبعا بتشتغلي؟ ايوه طبعا. بس رمضان انت بتشتغلي اصلا؟ يعني انت ما زلتي بتشتغلي؟ بشتغل المصانع. انا عندي وتر في رجلي. ولا انت المعلمه الكبيره وعندك؟ لا ومليت شويه بقى، الوقفه بتتعبني، بس قاعده لازم انزل محلي ولازم اقعد، ولو صنايعي غاب بقوم اقف انا بداله لازم. بس بتبشري صنايعي مثلا اللي على مكنه الرز بتنزل تقف لي، تقف معايا وكده. انا رايحه حالا للحاجه ساميه، لان عجباني كمان علاقه حليك. الصداقه اللي بينكو، هي عندها ظروف وبعد الظروف دي اتقابلتوا. احكي لي كده من الاول شويه، يعني الاول احنا اصدقاء، انت مش في دماغك برضو خالص فكره الجزاره لغايه ما قابلتي الحاجه هويده؟ قالت لك ايه بقى؟ قولي للمشاهدين، مشاهدين شرعي. فعلا انا جوزي لما توفى، جوزي ميت في 94 بقائل. اشتغلت الله يخليكي، اشتغلت في الكبده والحاجات دي بعديها، بعد وفاته 4 سنين. ونفس الشارع اللي انا فيه، اللي احنا فيه احنا الاثنين، انا ما اختي هويده في نفس الشارع اللي انا فيه. ما احنا عرفنا بعض ازاي؟ الله، يعني صداقه وبتقولي لها اختي هويده. طبعا. ما احنا عشره، انا عشرتها اكتر ما عشرت اهلي. الله، ربنا يخليكم لبعض. وبعدين اللي بيننا وبين الشغل صداقة. مش ماديات، مش محلات. يعني في ناس بتخش لنا كده تقول لك ايه الدكاكين بره بتتاجر، انا مش مؤجره منها يا جماعه، دي احنا شرك. لا، الفلوس اللي بتديها لك مش كفايه، مش عارف ايه. فاهمه؟ الناس بتحب توقع ما بين بعض، ولما يلاقوا اتنين صحاب وبالذات اصدقاء والعشره بتطول. لغايه امتى واخده دكانتك؟ هي مش لا يا ستي، لو عايزه دكانتك دلوقتي خديها. لا ما تسمعوش للناس دي، الناس دي. طب قولي لي حاجات كتير قوي. قولي لي حاجه سامه، وبعدين جت فكره الشراكه في محل جت هي دايما لما كانت تيجي تركب، لان هي كانت بعديها بكم محل كده لازم هي تخرج بره، وانا تقابلك في طريق، وانا بره. انا المحل عندي نمره واحد، رقم واحد على الشارع، وهي كانت جوه شويه كده، في نص السوق جوه، لازم تخرج تعدي عشان عليك. تعدي عليك عشان تركب. حلو. فصارت بينا ان بقى يعني تبصي لي وابصي لها، يعني ست بتشتغل وانت كمان ست بتشتغل وانا شايفاني كده وبتربي اولادك. لا وبعدين هي كانت ست بتشتغل، بس بتشتغل بجيبه وبلوزه. طب انا خليتها لبسه عبايات وكده. والله ليه؟ عشان السوق ولا المنطقه؟ هو السوق كان عايز كده والمنطقه عايزه كده. المنطقه عايزه كده. نقدر نقول المنطقه ولا مش عارف؟ المنطقه منين؟ انتوا منين؟ من البساتين. من البساتين. المنطقه الاحياء الشعبيه دي برضو بتبقى عايزه واحده ما يكونش جوزها متوفي وتبقى بالوضع ده. ما ينفعش تبقى لابسه عجيبه وهو متوفي وقتها بتشتغل. كنت كمان واخده بالك من كلام الناس واحده ست قالتها لي والله العظيم، يعني انا بشكرها ومست عليها كل دقيقه وكل ده. تقول لي لا اللي انت فيه ده والبسي كذا. بس انت حلوه في اي حاجه، ربنا يخليك. لابسه كده، لابسه كده. طب قولي لي الفكره جت منين وفتحته بعد كده بقى محل الجزاره؟ جت كلمتني وانا رحت عندها ورحت المحل، كنت انا بقى بعمل الفراخ، فكنت محتاجه ان انا افرم بصل كتير قوي عشان الفراخ واتبلها واظبطها، فبقيت اقول لها افرموا لي دول مش عارفه ايه، صارت معرفه. فقالت لي ما تيجي بقى نعمل المحل ده جزاره، زي ما بقول لحضرتك كده. شلت كل المعدات اللي عندي والحاجه اللي عندي والانابيب والحاجات اللي عندي دي، وقلت لها يلا. وعملت فتحته. كانوا عيالة لسه صغيرين ما اتجوزوش 6 سنين. انا عارفه انك انت بتشتغلي على مكنه اللحمه المفرومه. ودمنا مع بعض نفس الشغل هو لحد وقتنا هنا. بقالكوا كام سنه؟
داخلين عدينا ال20. الله اكبر. الله اكبر على الصداقه، والله اكبر على الشغل، والله اكبر على الحلوه والوحشه وعلى كل حاجه، على كل حاجه، على كل وضع. راح للدكتور ما بتسيبنيش، متحشف في مستشفى ما بتسيبنيش. ربنا يخليكم لبعض اكتر من اخوات. ربنا يبعد عننا بس الناس اللي مش كويسه. والله العظيم فدمت لحد وقتنا هذا. طب انت بقى لو شفتي دلوقتي صاحبتك وحبيبتك اختك بتتخانق في اخر الشارع، انا ولا هي؟ اي حد فيكم؟ لا هي ما بتعرفش تتخانق. انا اللي بيكلمها اكله. انا اللي يكلمها اكله. لكن هي خناقه ما تعرفش. انا اروح للحاجة وايدة عشان الحاجة وايدة في خناقه. في ناس ما تعرفنيش الا اسما ويخافوا مني. على فكره يقولوا ده اسم بس، ده بتتخانق وكده. لكن هي بس بصي يعني انا حب الناس ليا كنوز. الله ده عيب. ده احلى حاجه في بس الدنيا. في حاجه انا ما بيعجبنيش الحل الميل، وما احبش اللي يجي على الناس الضعيفه. انا بصراحه اول ما قالوا لي وهنستضيف جزاره من جيت سلمت على حضرتك لقيتك زي القمر. الله يخليك. والله العظيم. الله يخليك. يعني انت بس بتحبي المهنه دي عن والدك. ايوه الحمد لله. طيب نيجي بقى نشجع الست اللي تحب الشغل وبتشتغل. مش عيب. الشغل مش عيب. احلى حاجه طبعا. أيوة. مش عيب لان اي سن لا مدي ايدي لحد ولا وابقى في احسن حال. الله عليكي وشغلك. طبعا بتبقى مملكتي. صحيح. انا فخوره لما بخش على النت وما اشوف واحده جزاره بنت من دور عيالي في الصعيد ومش عارفه في الشرقيه. انت طلعتي اجيال. انت كنت الاولى وطلعتي اجيال. ببقى فخوره والله وفرحانه. طب قولي لي. وبقول لكل ست نفسها في اي مهنه ولو مهنه جزاره انا اقف معاها واشجعها واقف الاسبوع اللي هتفتح فيه انا اقف. يعني تقول لك انا واحد يعني مثلا واحده لها ظروف اتجوز واحد يصرف عليا. طب وتتجوزي لو في ايدك شغل. طب اقول لك انا بقى الله على النقطه اللي انت بتقوليها دي دلوقتي. والله ما انا اهو بالظبط ان دايما الست مش لازم تلجا انها تتجوز. تتجوز عشان واحد يصرف عليها عشان يصرف. ممكن تتجوز طبعا لظروفها مثلا حبيته او لكن ما تتجوزش بس عشان هو اللي يصرف على كده. اولاد حتى غيره بالظبط كده. لها هي بشغلها معاه عيال من جوزها الاولاني معاه كده هتتجوز وتخلف تاني هنا هيبقى في مشاكل. لكن لو هي تعتمد على نفسها او شغل كده جيد وبشرفها وبعزها كده وتبقى وتمشي كده محدش كتر عينها بحاجه. قولي لي حاجه هوايتك. اتفضلي. لما جيتي بقى تتجوزي يعني جوزك ما خافش من عيله الجزارين نفسهم؟ لا ما ابوك بابجي هيخاف ليه؟ هم انتوا ابوك بابجي وكلنا من منطقه واحده. انتوا بتوردوا له عيشه من منطقه واحده يعني انتوا بتذبحوا وتدوا له اللحمه. هو كان بيتعامل معانا منكم فيكم منكم فيكم بتطلعوش حاجه بره. هو مش من العيله. لا هو مش من العيله. بس هو يعني منكم فيكم. ما خافش بقى. خاف اصل هو كان مزواج كان متجوز سته وانا السبعه. قولي بقى براحتك بقى هي جايه البرنامج تقول براحتها بقى خلوها تقول. هيبقى متجوز مزواج اهو قالت لك. مزواج يبقى هيخاف من ايه؟ ما بيخافش. هيخاف من هو المزواج ما بيخافش. ده المزواج بيخاف اكتر واحد. مد ايده عليكي قبل كده؟ كتير يا نسبتي. كتير يا نسبتي يا نسبتي. بس اللي ضحكك عليه بقى ايوه ساعه التجلي اشيل ورا عبد الكوره. ربنا يشفي ويشيل عنا. ايوه اوري له انا اقدر اعمل معاك البدع بس ما اقدرش طبعا عشان انت عندك قوه يا حاجه هوايه. ربنا يشفي ويشيل عنا. يعني القوه انا وربيت كنت بشيل حديد. يعني موضوع انا ما شاء الله يعني عليا كنت يعني مهنه الجزاره دي في لازم يبقى فيها يبقى قلب قوة. جامد. قلبك جامد. قلبي جامد طبعا ولازم تبقى واقفه جامده. بس هو عموما طبعا احنا عارفين الست ما بتضربش راجل حتى لو تقدر. لا يعني عمرها ما تقدر. لا 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 راجل. عمر ما حد غلس عليكي في المنطقه ولا في الشارع ولا شوف الجزاره مش عارف عايز ياخد ان لا المنطقه كلها تحترمني جدا طبعا. انا عارفه المناطق الشعبيه عندنا في مصر ايوه يحترموني جدا جدا بصراحة. طبعا اجدع ناس واطيب ناس يعني بصي كفايه كده لو ماشيه مش واخده بالي من حد اتفضلي يا حاجه اتفضلي يعني بصراحه احترام الناس ده حاجه مفيش مشاكل كبير. مفيش لا لا ما واجهتيش مشاكل حتى في الاول؟ لا هو في مشاكل في الشغل بس مثلا واحد يحاربني في شغلي محاربه في الشغل. انا هعرف منكم المشاكل بس تعالوا نطلع تقرير نشوفه ونرجع نكمل نشوف المشاكل. في ستات بتحب تشتغل وتثبت نفسها بس بشكل مختلف وغريب شوية. ففي منهم اللي بيشتغل في الجزارة في السباكة في النجارة وكمان في منهم اللي بيشتغل سنانة. نزلنا نعرف رأي الناس مع أو ضد الأشغال الغريبة للست. تعالوا نشوف. حضرتك
اشتغلت مع ولا ضد الستات اللي بتشتغل اشغال غريبة زي اللي بتشتغل في الجزارة، في السباكة، في النجارة؟ وعامة انا فندم الشغل الحلال كويس، يعني اذا كان ستة او راجل كويس حاجة كويسة. مع وضد، يعني اللي هو بتبقى غصب عنها الحياة بقت غالية فبتشتغل في اي حاجة بتيجي قدامها. مع لو دي الوسيلة الوحيدة، ما عندهاش حاجة تانية غير كده. ضده ليه؟ لان ما ينفعش ست تهين نفسها كست وانوثة وكده في ان هي تحاول تشتغل شغل فيه مجهود زيادة او بيمثله الراجل، يعني المفروض ده الافضل ليه انه بيمثله راجل اكتر ما بيمثله ست. يعني ما ينفعش ان هي تشتغل جزار. لا انا مش معاها يعني بصراحه. انا بشتغل مدرسه، مهنه سهل يعني بتتناسب معايا، لكن ما اعرفش السباكه والنجاره لا مش معايا. انت مع ولا ضد الستات اللي بتشتغل اشغال غريبه زي اللي بتشتغل في السباكه وفي النجاره وفي الجزاره؟ ما هي لو مش كده الشغلانه اللي بتشتغلها مش هتشتغلها هي برضو. ما عنديش مانع وما فيش مشكله والله. في سيدات بتعمل في مجالات السباكه والخياطه، حاجات اللي زي كده بتادي زيها زي الراجل يعني. ما فيش مشكله طول ما الشغلانه شريفه. انا من رايي الست تشتغل اي حاجه حتى لو طلعت الفضاء يعني. ما ينفعش، لان طبعا الشغل فيه حاجات يدوي تقيلة ما ينفعش تشتغل فيها. ممكن تشتغل سواقة، تشتغل اي حاجة تانية، لكن بالنسبة للنجارة والسباكة ما تنفعش. انت مع ولا ضد الفكرة؟ لا بصراحة ضد. ليه بقى ضدهم؟ لان مش شغلانته. طب انت مع ولا ضد؟ انا مع الست اللي هي بتبحث عن لقمة العيش مش اكتر ولا اقل. ضد. ليه بقى؟ اشغال ما تناسبش الست. الشغلانات اللي تناسبها انها تبقى مدرسة او انها تبقى طبيبة، وفي بعض التخصصات مش في كل التخصصات. احنا مش شويه في البلد يعني، وبعدين احنا اللي الراجل مثلا بيعمله صعب ان انت تعمليه. انت مش بتبقى في دلوقتي الست محاميه ومذيعه وكل حاجه. حضرتك مع ولا ضد الست اللي بتشتغل اشغال غريبه زي اللي بتشتغل في الجزاره، في السباكه، في النجاره؟ في ستات بتشتغل شغل صعب، فانت معاهم ولا ضدهم؟ طب ما في ست بتسوق توك توك ما بتشوفهاش؟ في ست بتسوق ميكروباص، ما الحاله هي اللي بدل ما تشتغل شغلانه تانية لا بتشتغل من كد وبتشتغل بالحلال، فانا معاها فعلا ان تشتغل ما فيش مشكله خالص يعني. مالك يا جو التقرير بتاعنا؟ انا مع الست انها تشتغل اي حاجه، رايكم ايه؟ طبعا طبعا تشتغل اي حاجه، حتى لو شغل فيها. طب اقول لحضرتك حاجه، احنا بيجي لنا واحده يعني ما اقولكيش بتبقى شكل جميل وجسم حلو وبتمد ايديها، طب ليه؟ صحيح. ورجاله كمان، عايزه اقول لك في رجاله ما بتشتغلش. في حريم بتيجي تقول لي جوزي قاعد في البيت من غير شغل ما بيشتغلش. طب ما يشتغلش ليه؟ يعني هي اللي تنزل تشتغل، والنبي لو عايزه حاجه اعملها لك. طب وليه؟ وفي التقرير قالوا ان يمكن عشان الشغل تقيل فما ينفعش الست. لا 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 لا، ستي بصي ربنا بيعينها على قد ما بتعمل. ستي لو في دماغها حاجه عايزه تعملها بتعملها، وربنا بيعينها على قد ما بتعمل، على قد ما ليها مجال فيه ربنا بيعينها والله فيه. صحيح. وتقدر تشتغل الشغلانه التقيله وتشتغل بايديها. ربنا بيعينها. طيب كان قبل ما اطلع برضو التقرير كلمنا عن المشاكل، ما واجهتيش مشاكل في الاول كده؟ مشاكل من جزارين، من اخواتك الاول؟ اخواتي اكتر الناس رافضين. ما انا بقول لك رافضين. لا مش عايزين. لا لا لا، كانوا بيحاربوني في شغلي. بيحاربوك عشان في اتنين صنعتهم من صنعتي. ازاي يعني؟ ازاي انت حبيتي عن طريق باباكي وقلتي حمارس المهنه دي، هم حربوكي ليه وازاي؟ بيحاربوني بقى، جم فتحوا جنبيه بعد ما جوزتهم ووقفت معاهم، فتحوا جنبية وكانوا بيحاربوني. بيجوا جنبية يعني يختاروا محل واحد استغل لي اسمي بنته عشان مسمي بنته عليا. كان مستغل لي اسمي بنته ان يكتب هويدة، ولولا الناس قالوا لا عيب وكده ما فتح جزارة. راحت مراته كاتبة، انا طبعا مشهورة هناك بامبراطورية اللحمة الجمل. الله، راحت كتبت معانا الامبراطورة يا جماعة النهاردة. راحت كتبت امرأة هزت عرش الجزارين. الله بقى. عادي، وهي مش جزارة يعني، هي اصلا مش جزارة. فاقصد اقول لك يعني المحاربة كتير قوي. اسمك ده بنتيف قد ايه؟ كتير، بقول لك 46 سنة في الشغلانة. 46 سنة؟ ماشية في 46 سنة. عايز اعرف رد فعل ولادكوا ايه؟ مين رافض؟ مين؟ انا ولادي كبروا لقوني كده. ولادك كبروا موافقين؟ ولا كبروا متضايقين؟ لا 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 لا، كبروا لقوني كده. في حد منهم عايز يخش المهنة؟ لا 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 لا. طب في حد بيقف في المحل معاكي؟ اتجوزوا؟ لا لا لا. اتجوزوا؟
كل واحد قاعد في يعني انا اولادي الولدين علمتهم جزاره واقفين معلمين في محل بدل ابوه. انا علمت ابوهم وبعدين علمت ابوهم، وابوهم راقب في البيت بقاله 3 سنين تعبان ما بيتحركش. بعد الشر عليه عرفت برضو فهم اللي واقفين في المحل بدل ابوهم، هم اللي واقفين حابين يا حاجه هويده يعني، هم حابين زي ما كنت انت حابه ولا مضطرين؟ مفيش حد بيطلع زي حد، مفيش حد بيطلع زي حد، محدش بيطلع زي حد مضطرين. يعني ابوه ما كانتش شغلتهم، ما كانتش شغلته خالص، كان بتاع رخام ومبلط يعني، كان والدي الله يرحمه يقول لي غلبنا احنا في الشغل. تمام. يعني هو كان ما شاء الله عليه، يكون ما فيش حد، ما فيش عيل، وما فيش عيل بيعوض الراجل، خلي بالك مكان ابوه طبعا بيبقى اكيد اكيد يعني. ايه اكتر المواسم اللي انتوا بتشتغلوا فيها؟ رمضان والاعياد الصغير والاعياد الكبير. بس دلوقتي بقينا بندبح كتير طول السنه. مش كتير والله، هو الجو ما بقاش. رجال الاعمال فين؟ مش بيدبحوا. بنيجي نخش بقى ايه في مدارس ودروس يعني فيها ليها ايام في تبص تلاقي انا ساعتها قاعده كده، انا دكانة السامية في سوق مفيش 3-4 حريم ماشيين في السوق. عشان ايه بقى؟ مواسم؟ مش مواسم، البلد بقت الحال تعبانه وعلى القد، وبعدين ما بنخش في مدارس وفي دروس. بلدنا حلوه يا حاجه، حلوه بلدنا حلوه ولا حلوة تعبانه وفيها كل حاجه وفيها كده وفيها جميله يا رب كل حاجه وتشربي فيه ما بقولش يا رب. وبناكل كلنا وبناكل احسن اكل وبننام في بس الاخر برضو مرتاحين. مش زي الاول اكيد، الظروف بتتغير اكيد. في ايام في ايام ايام الدروس والمدارس دي بتبقى الناس هتدفع دروس ولا حتى ممكن واحده تجيب 5 كيلو بطاطس. اللحمه غليت، اللحمه غليت. ايوه كل شويه ماما تقول لي الجمل الجمل ب 100 جنيه الجمل ب 100 جنيه. العجال الايام اللي فاتت ديت كانت هبطانه. هبطانه ليه؟ عشان العجول في الشتاء بيجي لها انفلونزا، بيجي لها تعب، فالناس بتقول لك ايه بدل ما نحطها في المزارع وتعيا لا بندبح. فكانوا بيبقوا 100 جنيه، يقول لك ازاي الجمل ب 100 وازاي لا الجمل ب 120 كمان. ليه؟ عشان الجمل لو عيي بيموت على طول. ايوه فكانوا الناس يقول لك يا جدعان بصي كل حاجه كل بيع اكل في لحم فيوبي في العجول. انا دلوقتي الرئيس التحرير بتاعي بيسالني وبيسال حضرتك انهي حته في الجمل بتبقى حلوه؟ ما هو انا لا يمكن اسالك الفليتو انا مش عارفه. لا العرق الفليتو بطلع وش الفخده بفتيك ده في الجمل في الجملي. انا ما باكلش لحم جملي خالص. لا 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 انا بتلو داني. بتحب الكفته ازاي؟ ما هي الكفته من الجمل والله. لا ما اعرفش بقى. الكفته الجملي لحمه المفرومه من الجمل. الكفته الرز من الجملي. كفته الرز من الجمل والله. والكبابجي النجيف بيشتغل جملي. بس انا باكل بس والله ما بسالش. باكل الاكل الحلو، نفسي حلوه. هي جميله شم ريحه الاكل اللي هي حلو نضيف. هي بصراحه اروح واكله طعمه حلو اتكل على الله. وبعدين الجملي عامل زي لحم البيتلو الرضيع، ان هو ما فيهوش ايه يعني حتى الدهون بتاعته ما بتاذيش. دلوقتي بتوع الدايت الدكاتره بيوصفوا اللحمه المفرومه دي تاكليها بالمعلقه كده عشان ما فيهاش الجملي بالذات عشان ما فيهاش دهون. الله الله. انا اولا انا مبسوطه جدا ان انا الكبده الجملي ديت بقى بطلعها على رجوتات من الدكاتره. ليه الكبده الجملي بتتخطف مننا من المجزر والله من حلاوتها؟ الكرداسه بياخدوها من حلاوتها يعني الناس عليها الطلب اكتر. لا هم بياخدوها مثلا تجاري مننا ب 140 ب 150 بيبيعوها ب 300 جنيه مستويه. بتبقى حلوه للانيميا والسيف يعني زي الروشيتا. انا اسمع عن اللبن الجملي. اللبن يقول لك لبن الجمل تشربيه فيه فايده في معرفش اللحمه بتاعته والامراض الكبد والحاجات دي كويس اللبن. طب لما يبقى ستات كده يعني زي حضراتكم وفي قوه وفي كده طاقه ايجابيه وفي حب كده وفي كل حاجه ممكن حد يبكيكي او تزعلي او دمعتي ما بتنشفش؟ يوتو بقى والله. الناس اللي هي بتبقى اللي بيبانوا دول اقوياء لسه جايين انا وهي. انا لسه مش هقول لحبيبي بيبان ده قوي واللي بيزعق واللي لا لا ده تلاقي قلب ابيض قوي ده تلاقيه قلب بجد. احكي لي اخر مره كده موقف، مين زعلك؟ مين نزل دموعك وانا دي مجرد ما بتقول كلمه واحنا جايين في العربيه اتعيط. انت عامله زيي، انت عارفه انا اضحك دمعتي قريبه جدا. انا كده لو ضحكت ادمع والله. انا كنا بنسمع الاغاني القديمه اللي هي تخلي القلب من جوه يتهز زي عبد الوهاب. طب سمعيني كده طلعيني بره الدم شويه.
قولي لي والنبي كنت بتطلعي ايه؟ اللي هي عاشقه ام كلثوم وعبد الوهاب. لا قولي بقى ما تاثريش عليها حاجه هوايده، شكلها كانت بتسمع مهرجان او بتسمع حاجه. لا 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 كنا بنسمع القناه اللي في العربيه واحنا جايين عبد الوهاب، فادانا حبه احساس كده قلنا فين الزمن ده؟ ايه بقى كان بيقول ايه طيب؟ قولي لي كده. قولي عمل لك ايه قلبي و قلبي اللي انت ناسيه. مين يقدر؟ مين يقدر ينسى؟ وانتي كمان عايزه اسالك، مي اخر مره ده زعلتي اتضايقتي حد زعلك ولا بتعرفي تاخدي حقك في وقته؟ لا والله زي المثل اللي بيقول لك المسامح كريم، يعني انا لما ازعل من حد ما فيش ساعتين وتلاقيني رايقه. انا كده بس انا دايما ما بمشي بالعين والعين بالعين والسن بالسن والبدي والله ما فيش ساعات كده وتلاقيني رايقه وبضحك وليه ليه؟ ولا هم بيخافوا منكم؟ لا والله والله ابدا. هم بيقلقوا بيعملوا لكم حساب. لا لا والله مش القصد كده والله، لكن انا الواحد هيزعل ايام يزعل كده. طب وليه اعملي ما يزعلكيش وخليكي تبكي الا اللي منك؟ صحيح. بس هي يكون الغريب بيضحكك ويطلعك من اللي انت فيه. انت دلوقتي عماله تهرجي معانا وتتحكي معانا بتطلعينا من اللي احنا فيه. ده انتوا مشرفين. الله يخليكي. كل اللي منك هو اللي بيبكيكي والله. حاجه ساميه نعم. بتذبحي برضو؟ لا ما بتذبحيش. اشراف بس كده ولا واقعد وافرم؟ هتعملي لي كفته رز؟ نعم. هتعملوا لي كفته؟ اه طبعا عينينا والله. بس كلام في البلد. لا هسيب لك الكارت بتاعي واتصلي بيا وتروح لك لغايه البيت. ده انا هاجي لغايه عندك والله. ده انت تشرفيني وتنوريني. يا ريت تعملي لكم. طب تشرفيني وتنوريني تعمليها؟ طبعا. طب يا نهار ابيض انا حاجه شبه بحب. بصي الا كفته الرز. اما نشوف. انا سعيده وانا اللي اعملها لك بايدي والله. سعيده قوي قوي ان انا قاعده معاكم وانا اللي فخوره بيكم. ربنا يسعدك ومصر بخير يا رب دايما بمصر بخير طول ما حضراتكم وتفضل ام الدنيا. خلي بالك هقول لحضرتك انا رحت انا رحت ليبيا وتونس وكنت اشم ريحه بلد حاجه مش بتاعتي. صحيح. اما جيت هنا مصر كنت عامله زي الطفل اللي بتنشق على حضن امه. زي ما انت قلتي حاجه ساميه مصر ام الدنيا والله العظيم وهتفضل ام الدنيا طول ما في ستات زي حضراتكم بتجيب رجاله. مصر ام هويده وام ام ساميه وام انا مش عايزه اخلص الحلقه مصر بس والله بيقولوا لي ان يعني ان الحلقه خلصت. اعمل ايه؟ عايزه اقعد معاكم اكتر. مصر هي امي. مصر مشكوره في القران ودايما تبقى يا رب رايتها عاليه يا رب وربنا يديمها علينا نعمه ونرضى يعني بال يا رب يا رب. نورتيني وشرفتيني. ربنا يخليك. نورتيني. احنا مش عايزين نسيبك. وشرفتيني وانا هسيبكم هكمل معاكم بس نطلعهم هم فاصل ونفضل نكمل مع بعض. اتفضلوا اطلعوا فاصل وهنرجع لكم تاني بعد الفاصل مباشره. اتفضلوا.